I wonder what would have happened to us had we not gone out when we did. Our security was being pulled. Everyone in the world. الأمير هاري يتهم العائلة المالكة بالكذب لحماية الأمير ويليام، وميغان ماركل تنهار أطعموني للذئاب. تعرضت الممثلة المعتزلة ميغان ماركل إلى موجة سخرية بعدما هاجمت عائلة زوجها الأمير البريطاني الشاب هاري واتهمتها بالكذب، حيث استخدمت جملة أصبحت ترند عبر مواقع التواصل. A few weeks ago, earlier this month, here at our cottage, just a standard. وفي التفاصيل، نشرت منصة نتفليكس الإعلان الترويجي للحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل الوثائقي هاري وميغان، والتي يبدو أنها ستكشف عن أسرار خطيرة كثيرة. وفي عدد من اللقطات اتهم الأمير هاري العائلة المالكة بالكذب من أجل حماية الأمير ويليام، بينما تخلت عن حمايته وميغان وقال يجدون أنه من الطبيعي أن يكذبوا لحماية أخيه ويليام، لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتنا ميغان وأنا. من جهتها قالت ميغان إنهما رميا للذئاب، مضيفة لم أرمى فقط للذئاب بل استخدمت لإطعام الذئاب. وسخرت صحيفة بريطانية من الأمير هاري ابن الملك تشارلز الثالث وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل بعد عرض أجزاء من الفيلم الوثائقي لهاري على شبكة نتفليكس، والذي يعتقد أنه در عليهما أكثر من 100 مليون دولار. Going through the woodwork and pulling out people to create and plant the most salacious stories that they could. وسلطت صحيفة تايمز في تقرير نشرته الضوء بشكل خاص على ادعاءات ميغان بأنه تم إطعامها للذئاب في القصر الملكي، وعلى تصريحات هاري الغامضة وقوله إنها معركة تستحق القتال من أجلها. ولفتت إلى أن ما قالته ميغان خلال الفيلم بأنه تم سحب الأمن الخاص بهما، مشيرة إلى أنها إذا كانت تتحدث عن كندا فهذا ليس مفاجئا ولا صادما بشكل خاص. وقالت الصحيفة في تقريرها بسخرية، ثم ادعت ميغان بقولها لم يرموني للذئاب بل أطعموني للذئاب. هذا خط يبدو دراماتيكيا ولكنه لا معنى له في النهاية. ما هو الفرق بين أن يتم رميها للذئاب أو إطعامها للذئاب؟